المورد الخامس والعشرون الكامل الجزء العاشر في صفحة عشرين ثم دخلت سنة ثلاثة وثمانين وخمسمائة خمسمائة وثلاثة وثمانون هجري قال ابن الأثير اتفق أول هذه السنة يوم السبت وهو يوم النوروز السلطاني ورابع عشر آذار سنة ألف وأربعمائة وثمان وتسعين إسكندرية وكان القمر والشمس في الحمل واتفق أول سنة العرب وأول سنة الفرس التي جددوها أخيرا وأول سنة الروم والشمس والقمر في أول البروج وهذا يبعد وقوع مثله أعطى مقدمة لهذه السنة له غرض حتى يريد أن يصل بنا بأنه حصل فيها الكثير من الأحداث أقول سنة العرب وسنه الفرس وسنه السلاطين الكرد والترك الايوبيين والزنكيين المبتدئه يوم النوروز وسنه اسكندريه فاين سنه الاسلام والمسلمين؟ استفهام لي التيمية للمارقه لي يكمل ابن الاثير يقول ذكروا حصر صلاح الدين الكرك في هذه السنه كتب صلاح الدين الى جميع البلاد يستنفر الناس للجهاد وكتب إلى الموصل وديار الجزيرة واربل وغيرها من بلاد الشرق، وإلى مصر وسائر بلاد الشام يدعوهم إلى الجهاد ويحثهم عليه ويأمرهم بالتجهز له بغاية الإمكان، ثم خرج من دمشق أواخر المحرم في عسكرها الخاص فسار إلى رأس الماء وتلاحقت به العساكر الشامية فلما اجتمعوا جعل عليهم ولده الملك الأفضل عليا ليجتمع إليه من يريد إليه منها وسار هو إلى بصراء وكان سبب مسيره وقصده إليها أنه أتته الأخبار أن البرنس أرناط صاحب الكرك يريد أن يقصد الحجاج ليأخذهم من طريقهم وأظهر أنه إذا فرغ من أخذ الحجاج يرجع إلى طريق العسكر المصري يصدهم عن الوصول إلى صلاح الدين فسار إلى بصرة ليمنع البرنس من طلب الحجاج ويلزم بلده خوفا عليه وكان من الحجاج جماعة من أقاربه منهم محمد ابن لاجين وهو ابن أخت صلاح الدين وغيره فلما سمع أرناطو البرنس أرناطو فلما سمع أرناط بقرب صلاح الدين من بلده لم يفارقه وانقطع عما طمع فيه فوصل الحجاج سالمين فلما وصلوا وفرغ سره من جهتهم سار إلى الكرك فحصره وضيق عليه وانتظر وصول العسكر المصري فوصلوا اليه على الكرك وبث سراياه من هناك على ولايه الكرك والشوبك وغيرهما فنهبوا وخربوا واحرقوا من هؤلاء هؤلاء العسكر عسكر صلاح الدين العسكر الايوبي فنهبوا وخربوا واحرقوا والبرنس محصور لا يقدر على المنع عن بلده وسائر الفرنج قد لزموا طرف بلادهم خوفا من العسكر الذي مع ولده الافضل فتمكن من الحصر والنهب والتحريق والتخريب يقول ابن الاثير هذا فعل صلاح الدين اقول لا اجد لا اجد تعليقا انسب بما قاله ابن الاثير هذا فعل صلاح الدين فنهبوا واحرقوا وخربوا فتمكن من الحصر والنهب والتحريق والتخريب، يقول: هذا فعل صلاح الدين. أقول ولكن يا ترى، هل فعل صلاح الدين ذلك من ذاته، أو أنه تشريع فقهاء القتل والإرهاب في ذلك الزمان؟